تظاهر مئات اللبنانيين مساء الخميس في وسط بيروت في إطار حركة احتجاجية مستمرة منذ حوالي شهرين ضد أداء الطبقة السياسية وعلى خلفية أزمة النفايات التي تهدد الصحة العامة مع بدء سقوط الأمطار. وأفاد مصور لوكالة فرانس بريس في المكان أن مئات المواطنين شاركوا في التظاهر التي بدأت سلمية قبل أن تتخللها صدامات مع القوى الأمنية لدى محاولة المتظاهرين إزالة حواجز وعوائق وضعت لإغلاق الطريق المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان اللبناني. واستخدمت القوى الأمنية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الغاضبين، كما اعتقلت عددا من المتظاهرين. عن جد ملينا تظاهرات وكل يوم مننزل وكل يوم ولا حكومة عم تتحرك ولا حدا عم يتحرك، ما بعرف شو بده يصير بالبلد، بس حنضلنا وحنقاوم وما حنيأس ابدا. عم نطالب مجلس الوزراء اليوم انه يجتمع مشان تا يصدر مراسيم تطبيقيه مشان ازاله زباله من الطرقات، لانه الامراض جايه، لانه اذا مع السريع الحكومه تصرفت الامراض حتفشى بالبلد. وتشهد بيروت منذ نهاية تموز يوليو تحركات احتجاجية على خلفية أزمة النفايات التي تكدست في شوارع العاصمة ومحافظة جبل لبنان بعد إقفال مواطنين مطمراً رئيسياً كانت تنقل إليه. ومنذ ذلك الحين يتم جمع النفايات بشكل متقطع وترمى في أماكن عشوائية من دون معالجة وفي شروط تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الصحية.